داهم محققون فرنسيون في باريس مقر مجموعة لافارج التي يشتبه بأنها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. لافارج متهمة بتورط فرعها المتواجد في منطقة الجلبية بريف كوباني بتنظيم داعش بين عامي 2013 و 2014. المحققون الذين يريدون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة ذلك. التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة في وقت سابق كان يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الشركة قامت بتحويل أموال إلى بعض المجموعات خصوصا تنظيم داعش حتى يتواصل العمل في مصنعها والذي اشترته لافارج في عام 2007 وتم تشغيله خلال عام 2011. فضيحة لافارج التي كشفتها صحيفة لوموند الفرنسية تثبت أيضا ارتباط فراس تلاس في تأمين سلامة المواد على الطرقات داخل الأراضي السورية لصالح الشركة. وحسب لوموند الفرنسية فإن تلاس تولى هذه المهمة بين أيلول 2013 وأيار 2014 حيث كان يدفع ما بين 80,000 و 100,000 دولار شهريا للمجموعات المسلحة المسيطرة على الطرق المؤدية لمصنع لافارج. لافارج متهمة بأن هاجسها الوحيد منذ تأسيسها في سوريا نهاية العام 2010 ينصب فقط في الحفاظ على مصنعها مهما كلفها ذلك حتى وإن استوجب الأمر قيامها بتمويل منظمات إرهابية بشكل غير مباشر.